نتكلم عن عدرة، نتكلم عن عدرة الحلوة اللي بنسميها في مصر باب السنة. بنسميها ايه؟ باب السنة. تقول لي يلا، والسماء كسوها بالعدرة؟ لا، السماء كسوها بدم الايه؟ المسيح. انما امال العدرة اللي بيسموها كده؟ لان ورت لنا السكه، ورت لنا ايه؟ السكه، او ربنا ورانا السكه فيها ايه؟ يعني عشان نكون يعني اكثر تحفظ في الكلام، نقول ربنا ورانا سكه الوصول في الايه؟ هل ممكن ربنا يجي ويدخل في لحم البني ادم؟ مش ممكن. لكن ورانا كده في مين؟ في الست العدل. مظبوط ولا مش مظبوط الكلام ده؟ فاصبحت هي ايه؟ السكه اللي ربنا ورانا ازاي نوصل له ايه؟ الناس. وبعدين احنا مثلا ايه؟ لما بنسمي الست العذراء بنسميها ايه؟ والده الايه؟ الاله. طبعا الكنيسه كمان ايه؟ احنا كمان الكنيسه هي الام بتاعتنا، زي ما العذراء هي الام بتاعت الايه؟ بتاعت ربنا. الكنيسه كمان هي ايه؟ ولدتنا. هو في واحد يا اولاد يبقى له اب وملوش ام؟ ممكن؟ لازم يبقى له ام برضه. عشان كده من خلال الكنيسه العذراء الكنيسه رسمت لنا ازاي المسيح اتحد بالعذراء. على كل حال احنا يعني الحته اللي شاغله مخي قوي 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 حكايه الايه؟ العذراء الفقيره والغنى اللي حصل لنا. يعني تصور ان كل واحد مننا اصبح مليونير، مع اننا من فقر ايه؟ رفيع خالص، لان العذراء انسانه. انا مش بتكلم على فقيره، يعني انها من عيله بسيطه يعني، مظبوط. لو كانوا عليها انا فقيره كانها ايه؟ انسان. بعدين الله جه حل ايه؟ فيها. طب العذراء بقى اتسوت ايه؟ كبيره بقى، بس كبيره قوي قوي. وبعدين انت خادم صغنطوط كده اهو بني ادم، وبعدين اتعنت، وبعدين روح القدس حل فيك، بقيت انت ايه؟ سير كبير خالص، بقى اسمك ابن ربنا، كفايه قوي. انت بتقول له هنا ابن ربنا. فالغنى ده غنى غنى كبير جدا. وبعدين يا اولاد الغنى ده حصل اللي ما عندوش اصل بقى. واحد ما عندوش اصل كده، ما عادش بقى فلوس كده وغني، وانت هو اصله ايه؟ هو واحد يقول لك انا غني، وانا غني، وانا عملت، وانا خليت، وانا سويت، وانا هعمل واخلي وكذا. لكن اللي عنده اصل كويس يقول لك لا، ده انا كنت راجل غلبان، وربنا اللي انعم ايه؟ اللي انعم عليا. وده ايه؟ اهي دي العذراء اللي ايه؟ كل ما تزودها هي الخير والبركه والله يحل في بطنها، تقول نظر الله الى الصداع ايه؟ يا غلبانه يا عذراء مسكينه. امال ايه؟ امال انا مش غلبانه؟ هو انا نسيت ان انا بني ادم؟ انا يعني ده انا غلبانه خالص. ده يوسف كان هيرميني بره البيت، يعني هتستحمل انا ايه؟ تبقى غلبان. ده مسكينه ولا مش مسكينه؟ المهم يعني تشعر احنا بقى ارتباطنا بقى العذراء بقى هنا دي بتحمل التناقض اللطيف ده، الفقر اللي اتقلب للايه؟ للغنى. خد بالك بقى انا عاوز اوصل لايه؟ الفقر اللي يبقى ايه؟ غنى. كان زمان في كتاب حلو قوي كده كان اسمه الفقير الغني. الفقير اللي ايه؟ يعني كان راجل فقير كده، وكان بيكرز باسم المسيح في الهند، وجاب الاف للايه؟ للمسيح، بقى غني جدا. ده الفقير الغني. او زي بطرس الرسول بيقول ليس لي فضه ولا ايه؟ ولا ذهب، لكن انا معايا حاجه ايه؟ كبيره قوي. ما في ايه ده؟ لا فضه ولا ذهب. قال باسم يسوع نصيركم ايه؟ انا مسكت شهر كياس كده هوري لك الغنى والفقر ازاي. انت ممكن تكتب بسرعه كده وبعدين تعمل في البيت كده، يعني انا نفسي تبتدي انت تلعب كده في الايات اللطيفه دي وتعمل حاجات حلوه.
في العشية بتاع الحد الاولاني فيه كم حد يا ولاد؟ اربعة. اربعة ايه؟ اربعة حد. كل حد هيبقى ايه؟ ايه عشية وباكر وايه؟ وقداس. والانجيل بتاع القداس في الاربع اسابيع هو انجيل لوقا الاصحاح الايه؟ الاولاني متقسم اربع ايه؟ اربع اقسام. كويس؟ انا اللي هيشغل بالي بالذات الاناجيل بتاعت العشية وباكر مع المزامير. الحد الاولاني المزمور بيقول كده، مزمور 13 آية 41 بيقول إلى متى يا رب تنسانا إلى الانقضاء، حتى متى تصرف وجهك عني إلى آخر. إلى متى يا رب تنسانا، دي لغة واحد مين؟ دي لغة ايه؟ واحد منسي، لغة البشرية، لغة واحد غلبان ولا مش غلبان. شوف الكنيسة الحلوة تبتدي تعرف يكتب إلى متى يا رب ايه؟ إنسان نسينا يا رب ليه؟ طب ولما ربنا ما ينسناش يبعت لنا ايه؟ يبعت لنا ابنه يغنينا من الفقر الكبير في الغنى. هذا الخلاص بتاعنا كده يا ولاد. إلى متى يا رب ايه؟ تنساني بسرعة كده. وبعدين معاك الانجيل هنا، طلع بسرعة. الانجيل بتاع العشية مرقس 14 من 3 ل 6 مزمور باكر بقى. احنا قلنا ده مزمور كان ايه؟ مزمور 13 41. مزمور باكر بقى يا ولاد عجيب 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 جدا. مرقس 14 3 بيقول الرب نظر من السماء على الارض. طبعا هو التجسد عباره عن نظر من ايه؟ فوق لتحت. ليسمع تنهد المغلولين، ليسمع تنهد الايه؟ المغلولين. يا سلام، عشان يسبهم. مزمور 101 16 17 101 16 17 لاحظ في المزامير دي وانت بتطلعها في الكتاب المقدس ممكن تلاقي الارقام فرق ايه؟ فرق واحد يعني ما لقيتش 101 هتلاقي 102 او يمكن تلاقي 100 هتلاقي 100. يبقى هو دلوقتي جاي ينظر للايه؟ للمغلولين. مغلولين يعني ايه؟ غلابة المربصين. بكرة كان ايه؟ نسينا ليه يا رب؟ طيب الانجيل ده عن ايه يا ولاد؟ انجيل عجيب جدا. مرقص تباكر، مرقص 12 41 44 تلسان الارمله. تلسان الارمله شوف الحلاوه. تلسان الارمله يعني ايه؟ تلسان الارمله دي عباره عن الكتفين، وبيقول ايه؟ عصفورين. يبقى عندي ايه؟ ست. يعني يجيبوا لك كام عصفور؟ عصفورين يبقى عندي ست اربعه يعني الكتفين دولت اقل من الملين. كنت شفت الملين يعني قلت الكتفين دولت. لكن في حاجه دلوقتي بيوزنهم الطاقة وبيوزنهم يعني حاجات يعني مثلا لما تتكلم واحد من إدارة علوم تقول له بيوزنوا الطاقة بتاع يقول لك يا عم أنت بتتكلم الكلام ده تارف. أقول لك لا، طب هو ربنا وزن الفلسين دولت إيه؟ تصرفهم البنك يطلعوا بكام؟ يطلعوا فلسين. الراجل بتاع البنك يقول لك يا عم دي عملة حتى ما تمشيش. طب وربنا لما عمل الحسبة بتاعتهم طبعا بكام؟ أوه. يقول لك حطت اكثر من الايه؟ من الكل، لانها اعطت من ايه؟ انت واخد بالك؟ اعطت من ايه؟ معوتها. اعطت كل ايه؟ معيشتها. اعطت كل ما عندها، اعطت من معوتها. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه الكنيسه الحلوه دي؟ ده هو المسيح اللي اعطى كل اعواده، ده هو اللي اعطى كل ما ايه؟ ما عنده، هو اللي احب العالم، هو اللي بذل نفسه. ده مش هي اللي ادت عواشة للكنيسة، لبست ملاقات اجمل من الفلسطين عشان اللي حطته المرأة ان هي تعبر عن الايه؟ التجسد.
ده موضوع كبير، سواء من ناحية القيمة قدام ربنا بيساوي ايه بيساوي ايه، او من ناحية التلسين هم المسيح، لان هم في نظر الناس تلسين، وهم في نظر الاب اعوازه واعطى كل ما ليه، لان اعطى ابنه ليه الوحيد اكثر من كده فيه. طب ما هي عدت كل عواز، ما كانش عندها ده كان يعني بس من غير عاش خالص، يعني ادتهم عشان تموت بعد كده، فهي اعطت من عواز. بس انا عاوز اقول لك كده، مزمور القداس بقى، انت يا رب ترجع وتتراءى تتحنن على الصهيون. 101 المزمور اللي فات كان 101 16 13 ده 101 ل 11 ل 14 ممكن تبقى في الخصم يعني ورقة مرة عملناها فيها مرة واخد بالك بقى. يبقى دلوقتي احنا ايه، خلص الاصحاح الاولاني الاسبوع الايه الاولاني، شفت بقى العذراء جميلة ازاي؟ نخش في الاصحاح الثاني البشارة بتاعة العذراء بقى. الاصحاح الاولاني كان البشارة بتاع ايه؟ الاسبوع الاولاني البشارة بتاع يوحنا المعمدة ده، الاسبوع الثاني هيبقى البشارة بايه؟ بتاع ايه؟ لا لسه النبي يوحنا، هيبقى البشارة بتاع ايه؟ العذراء، بتاع العذراء. بص العشية، يا رب تقطع السماوات وانزل الى الجبال فتدسم، انزل بقى من فوق يا رب. فما البشارة هي نزول من ايه؟ من فوق. بسرعة كده مزمور 143 5-7. بص يا ولاد، ايه هو المسيح نازل ايه؟ الفكرة اللي نحب نحط الانجيل هنا. طب المرة اللي فاتت عبرنا عن التجسد بالايه؟ عبرنا عن التجسد بايه؟ بالكسكس والارمال. طب والمرة دي هنعبر بايه؟ قال هو التجسد، مش هو المرأة الخافية، هو ايه؟ المرأة الخافية، لان المرأة الخافية دي جابت زجاجة سيد ايه؟ كبيرة. وبعدين هو الخلاص في المسيحية انسانة خافية معروفة في المدينة ان هي ايه؟ خافية وجابت السيد. وبعدين ده موضوع كبير قوي، بس من وقتنا جاءت من وراءه عند قدمه باكية ودموع وبتاع، دموع عمال يحوشها ويقول لك اه دي تساوي شوية، الدموع اللي نزلت من المرأة دي تساوي 10 مليون جنيه عند المسيح. فنظر نظر الناس يقول لك ايه من ست وشوية كلام خالص. الكوبلات بتاعتها دي لها معنى كبير خالص، شعرها اللي كان تحديد يعني خطيتها كبيرة جدا. بعدين المسيح قال له في واحد ده مدين الدين كبير خالص وانا سامحت كله، ما هو المسيح هو ده الخلاص بتاع الايه؟ كما تقول ان انت تقرا الانجيل ده في ايه؟ في العشية. فاكر؟ ابتدى اتكلم بقى على ايه؟ التجسد في لاهويات، في لاهويات اللطيفة بقى. ينزل مثل المطر على الجزة، ومثل القطرات يخطر على الأرض. مزمور القداس بقى يقول اسمع يا ابنتي وانظروا اميلي اسمك، اللي هو مزمور 44 و45 في الإبرية. اسمع يا ابني وانظروا اميلي اسمك وانت شعبك وبيتي ايه وبيت ايه. بيكلم مين يا ولاد؟ بيكلم البشرية كلها بشخص مين؟ العبد، شخص العبد. انا اللي انا عاوز اوصل ليك النهارده، يعني مش عاوز اقول ان العذراء هي الملكة وان النفس البشرية هي الملكة، لا انا عاوز اقول ان احنا كلنا الملكة في شخص الست العذراء بالتاج بتاعنا، ان هي بتعبير الكنيسة العجنة بتاعت الايه؟ البشرية. يعني من واحدة ست في الفلاحين تاج العجين، وبعدين عاوز شوية تشوف خمر ولا لسه، تقوم تيجي جاية من قلب العجين كده تاخد ايه؟ حتة وتعملها رغيف وتحطها في الفرن، تشوفها هتشتغل كويس ولا اذا طلع الرغيف كويس يبقى كل العجنة ايه؟ كويس. فهو المسيح مد ايده واخد حتة من بطن الايه؟ من بطن البشرية كلها. الحتة دي طلعت العدل، الحتة دي طلعت ايه؟ العدل. هو بيقول كده ان العذراء هي عدل البشرية. اما لك بقى الفنين بقى ايه؟ لا تبقى تتكلم عن الفلسفة التجسد الى اخر الحاجات البسيطة دي. الاسبوع الثالث، الرب اختار صهيون ورضيها مسكن له. كان أكثر لأن ده التفسير مزمور 131.
فاكر أرنا يا رب رحمتك وصلاتك فأسمع ما يتكلم به الرب سيا وتكلم السلام على شعب الفلسطيني مزمور 84:6-7. انجيل القداس بقى بيتكلم على التجسد واضح بقى اللي هو بيقول في المزمور اللي فات بيقول الرب اختار ايه صهيون وراضية نفسا له زي العدرا يعني. في انجيل باتر بيقول ايه الرحمة والحق تقابلا العدل والسلام تلاشما الحق اشرق من الارض ها والبر طلع من الايه ده بيقولوها دايما في الاكاديمي دي مش فاهم عارف بقى بالظبط يعني الحق هو المسيح والعدل هو الاب انا اقول لك الحق اشرق من الايه من الارض يعني من بطن الايه والبر طلع من الايه لازم الاثنين دولك يتقابلوا الرحمه مع العدل الالهي وتقابلوا فين على الصليب او تقابلوا في جسد المسيح لازم يتقابلوا فده مفهوم عميق جدا 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 للخلاص اللي هو تلاقي اللحم ايه الرحمه والعدل صح يقول الحق اشرق من الارض والبر طلع من ايه وبعدين يقول الحق والبر والعدل تلاشما يعني تلاقوا مع بعض وده مستحيل على فكره مستحيل مستحيل المستحيلات ان الرحمه والعدل يتقابلوا ايه يتقابلوا سوا مستحيل مستحيل واحد 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 سارق 1000 جنيه العدل يقول ايه دفعوا ال 1000 جنيه الرحمه تقبل ال 1000 جنيه يتقابلوا ازاي دي مستحيل يتقابلوا نقطة اللقاء كانت هي التجسد في بطن بس هو ده الحل الوحيد الأسبوع الرابع بقى بسرعة أنا نفسي بقى إيه أنتم تبقى تمسكوهم كده وتصنفوهم مع الأنجيلانيين برضه لما تقرا الإنجيل هتلاقيه لازم الأم صهيون تقول أن إنسانا وإنسانا حل فيها وهو العلي الذي يغسلها إلى الأبد 86:5 ده الرابع ده بقى ده الرابع بقى خلاص بقى كده ريحته تطلع كده مهم جدا الانجيل لوقا 8:1-3 لوقا 8:1-3 نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي كويس ربنا يحفظك لوقا 8:1-3 بيقول ايه لوقا 8:1-3 على كل الخلاص يعني معناه اضطراب الشيطان بيقول ايه؟ هو ده الخلاص الخلاص مش بس هو كان خطايا الخلاص من قبض مين؟ الشيطان فالشياطين كانت بتسرب وفي كام انجيل عدوا كان فيهم حاجه كثيره بس انا مش هاخد بالي بس دلوقتي فالخلاص دايما شوف بقى تلاقيه بيتكلم كتير في شهر سياس في الانجيل عن خروج الايه؟ الشياطين طب ما هو المسيح اول ما يجي على طريق الشياطين ايه؟ يصرخ شاف وكان يعرفه ودي نقطه مهمه جدا خلاص باكر بقى فلتفرح السماوات ولتبتهج تبتهج الارض فليه في هنا ليه الفرح ليه بقى الفرح الفرح لان المسيح ايه لان المسيح ايه يا اولاد ده خلاص لا بس كده مجيء المسيح يا اولاد يحمل حاجه الحاجه الاولانيه فرح والحاجه الثانيه ايه دينونه اهو بيقول لك فلتفرح السماوات ولتبتهج خلاص كويس الى اخره لانه ياتي ليدين المسكونه بالعدل والشعوب بالحق 95:11-12 دايما مجيء المسيح فرح ومجيء المسيح ايه
دينونة. يوم الرب دايما فرح، يوم الرب ايه؟ دينونة. دينونة للشيطان وأتباعه، حتى لما يتكلم عن ناس الأسرار يقول لهم اذهبوا يا ملاعين إلى النار المعدة لمين؟ يعني هي مش معدة لينا، ما كانتش معدة لبني آدم خالص، لمعدة لإبليس ايه؟ وملائكته. القداس بقى كان مرق 3 28 5 3. القداس المجموع بتاع القداس عظمة التجسد اللي الناس مش شايفينها، اللي احنا بنسميه التجلي. يا جالس على الشاروبيم اظهر قدام ابراهيم وبنيامين ومن نفسه لخلاصنا، ليعمل وجهك علينا فنقص. 79 32. واخد بالك ازاي؟ دلوقتي بقى بنتكلم من مصدر قوة، مع انه مش شايفين حاجة، ما هو طفل بسيط. يا جالس على الشاروبيم اظهر لأن واجهك علينا فين؟ فالجالس على الشاروبيم هيظهر دلوقتي في مجود اللي في بطن الايه؟ الست العذراء. عشان كده احنا بنقول لها ان هي ارتفعت اعلى من الايه؟ من الشاروبين. الشاروبين كانوا حاملين العرش، هي اعلى كمان من الايه؟ من الشاروبين. فده مكان ايوه جالس على الشاروبين، وبعدين لازم تفرح الارض، وبعدين هنا السجاد. يبقى فاضل بقى ايه؟ يوم العيد بقى، ليله العيد هتبقى كلها المزامير عن مين؟ بس انا كنت احب اديك المزامير دي لانها في الواقع الترجمه بتاعتنا اللي سمعتها في الكلام موجوده فيها بالنص. هتدوخ عشان تصلحها زي ما دوخت من زمان. يقول لك في العشيه ملوك ترسيس والجزائر ترسيس، والجزائر يقدمون لها هدايا. ملوك العرب وسبع يقربون لها عطاء. ملوك العرب وسبع، سبع اللي هي فين؟ ملوك العرب وسبع. مزمور 71:8. تباكر يعيش ويعطى له ذهب أرابيا، ذهب بتاع بلاد العرب. ده مزمور 71:13. وبعدين القداس بيقول كده انت ابني وانا اليوم مين؟ خلصنا بقى. سمي تعطيك الامم ميراثك. ده مزمور كام؟ 2. يعني اللي انا عاوز اقوله دلوقتي ان انت بتيجي تطلع الحاجات دي هتلاقي كده في فكر جميل وتعاليم لذيذه عن الايه؟ عن التجسس. تلاقي العذراء كده شامخه وسط الكنيسه، تحس ان انت ان هي الام بتاعتك، تحس ان انت عضو ايه؟ في الجسد بتاعها، في العجنة بتاعتها اللي هي عملت لنا عملية الاقتحام مع الايه؟ مع المسيح اللي وصفتها صرنا احنا اولادنا. سلام عليكم.